الاخر كانت معكم عندنا التعليم، انا كنقدم دروس مختلفه في مواد مختلفه، وكنديروا ايضا اصحاح ديال التمارين زائد اصحاح ديال الامتحانات. الو هادشي كامل علاش؟ الهدف ديالو هو ان بزاف التلاميذ وبزاف الطلبه ديال المغرب او من خارج المغرب يستفيدوا وينميو المستوى ديالهم. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع صحابكم. خليكم مع الفيديو، ونتمنى ان الشرح يكون مبسط بالنسبه لكم. شكرا لكم. عندنا في المثال الموالي عندنا جوج دور، اذا نفس القضيه هنا كنشوف واش عندي حدوديه. لا عندي مقام، لا الو عندي جدر، الو كل واحد كاين جوج دور، اذا خصني نهضر على الجدر الاول ان ما بداخل الجدر خصو يكون دائما اكبر من او يساوي زيرو، و اذا عندها اي صافين كنقول هذه وهذه، يعني اكس موان 3 اكبر من او يساوي زيرو. اوكي نلقاو اكس كبر مناش فيهم بجوج، دونك اكس سوبيريور او ايكال ا 2 اي اكس سوبيريور او ايكال ا 3. دونك شنو غادي ناخذ هنا؟ واش غناخذ هم بجوج او ناخذ واحد فيهم او ناخذ يعني هما بجوج دقه واحده؟ هنا كناخذ مدرج للاعداد باش نفهم القضيه مزيان. الو عندنا ها المدرج بالنسبه للشرط الاولاني، ها المدرج بالنسبه للشرط الثاني، انا مدرج بالنسبه للشرط الثالث. تفاهمين كما كتعرفوا مزيان هنا كاين عندنا موالا فيني، وهنا عندنا بلس لانفيني، هنا عندنا ايضا موالا فيني، ودائما هنا بلس لانفيني اللي هي ار كما قلنا في بدايه الحلقه. الوغ هنا غناخذ الشرط الاول اللي هو الشرط ديال اكس اكبر من او يساوي 2، دونك 2 عندنا هنا متفقين هذه هي 2. اذا شنو ما قالوا لنا؟ قالنا خصنا ناخذ القيم اللي اكبر من او يساوي 2، يعني القيم اللي كانت قبل من 2 مشات، وبغاو هنا غير القيم اللي خصها تكون اكبر من 2. تعرفنا الشباب. اذا بالنسبه للشرط الثاني، الشرط الثاني قال لك خص اكس تكون اكبر، يعني سوبيريور ويغال 3، يعني 3 والعدد اللي فوق منها 3 عندنا هنا شي تابع 2، اذا جميع الاعداد اللي كانت قبل من 3 كتحيد لي اكبر قطعا. صافين الوغ في الشرط ملي غادي تجمعوه بجوج، يعني غيكون عندي اكس سوبيريور ويغال 2 اي اكس سوبيريور ويغال 3، يعني اش؟ يعني في نفس الوقت غادي يكون اكبر من او يساوي كذا، اكبر من او يساوي 2، وفي نفس الوقت خاصو يكون سوبيريور ويغال 3. البروبليم شنو هو؟ البروبليم ان هنا كنشوف فينا واحد لا زون اللي كيتفقوا فيها هاد الناس، يعني هاد الشروط فاش كيتفقوا صافين. اذا هنا كنقسم هاد المستقيم ديال الاعداد الى بارتي، دونك هنا لا بارتي الاولى، هنا لا بارتي الو حنا كنتفقوا انهم جوج اليميناو الاعداد كانوا قبل من جوج كلهم مشاو في حاليتهم، يعني هاد لا زون مشات. اوكي كنشوف خصني واحد المنطقه اللي كيتفقوا عليها بجوج صافين. الا جينا من جوج حتى لثلاثة، واش هاد المنطقه كيتفقوا عليها بجوج؟ صحيح ان الفوق كاينه، ولكن كاينه ولكن هنا لتحت ما كايناش، اذا في لتحت غادي يرفضها تماما صافين. الو هنا من 3 حتى بلس لانفيني كاينه الفوق، اذا هنا جاكسيبت 3 حتى بلس لانفيني عاوتاني جاكسيبت، اذا حتى هنا في لازون الاخرى يعني المنطقه الاخرى اكسبتيو فيها. اذا شنو غيكون مجموع التعريف؟ يعني مجموع التعريف هاد 3 كتيليميني جميع الحاجات اللي كانوا قبل منها 3، شو هو الشرط اللي غلب صافين، يعني هادشي كامل غادي يمشي، يعني شنو غيبقى عندنا المجال 3 بلس لانفين. اوكي نعطيكم واحد القاعده عامه دونك يا بالنسبه للناس اللي ما فهموش هادشي. الوغ هنا الا كانت عندي اكس سوبيريور ويكال ا و اكس اي اكس سوبيريور ويكال ب، سي كان عندي ا سوبيريور دو ب، يعني عندي اكبر من بي، في هذه الحاله كيتخاد هذا الشرط هذا، يعني كناخذ اكبر فيهم متفقين، كناخذ الغروند فيهم غروند فالور اكبر قيمه هي اللي كتربح متفقين. عكس اذا كان عندي اكس اصغر من او يساوي ا اي اكس اصغر من او يساوي بي، دونك في هذه الحاله شكون اللي غادي يغلب؟ كما قلنا اكبر من بي، يعني بحال مثلا هنا عندنا بحال هذه 3 اللي عندنا هنا 2، راه شكون اللي غادي يربح؟ غادي يربح 3 الكبير صافين. الا كانت اكس انفيريور ويكال ب ا و اكس انفيريور ويكال ب كيربح لو بيتي فالور
دونك غنشوفها في ميتان تاهي بوحدها. الو اصغر قيمه واكبر قيمه، متفقين؟ يعني هنا كياخذ اصغر مع اصغر، اصغر كناخذ اصغر، اكبر اكبر كناخذ اكبر، متفقين؟ اذا شنو غناخذ؟ غناخذ الكبير. دونك بالنسبه لي انا الكبير واش كون هو واكس اكبر من سوبريور ايكوال 3. دونك لونسومبل دي ديفينيسيون ديال هاد المجموعه ديال التعريف تاع الداله سي 3 بلس لانفيني. كلير؟ اوكي. دونك هنا نفس القضيه، الو غير عندنا هنا جوج دور. دونك عاوتاني نفس القضيه، نحاول نلقى اكس، الو نحاول نلقى اكس سي تادير يعطينا اكس كما شفنا ندوزو ناقص جوج طرف الاخر غنديرها مباشره. دونك هذيك كنا درناها في الحلقات، يعني درناها في الفقرات السابقه، يعني في الامثله السابقه. المهم ديرو يلا. دونك اكس سوبيريور او ايغال ا موان 2 اي موان اكس سوبيريور او ايغال ا موان 5. الو موان موان كما قلنا باش نحيدو موان موان شنو كيطرا؟ كيتقلب السامبول، يعني سوبيريور كتولي انفيريور، صافي؟ باش تحيد ناقص مع ناقص اي اكس انفيريور او ايغال 5. الو هنا بغينا نديرو مستقيم ديال الاعداد، نقدرو نديروه، ما بغيناش مدرج الاعداد، ما بغيناش كما قلنا البرانسيب جينيرال. دونك اصغر اصغر كناخذ الصغير، اكبر اكبر كناخذ الكبير. هنا عندي الصغير هو جوج، اذا غناخذ اش؟ غناخذ هذا العدد. دونك غناخذ موالاه فيني جوج مسدود. داكور، نشوفو المثال الموالي ايضا. عندنا هنا ايضا جدر، دونك ما بداخل الجدر خاصو يكون دائما اكبر من او يساوي زيرو. الو هذه معادله من الدرجه الثانيه، خصنا نحلو المعادله ونوجد المعادله ديالنا. دونك ايكواسيون ديالنا دونك موان 5 بلس سوبيريور ايغال 0. الو في هذه الحاله خصني نمشي نحل هذه. الو باش نحل هذه كنستخدم اش؟ مميز دلتا. الو دلتا كما قلنا دونك تذكير بدلتا كما قلنا في الامثله السابقه، دونك هي بي او كاري موان 4 ا سي. الو لو ا و لو بي و لو سي كنخرجهم دائما. دونك متابعين، ا واحد اكس كاري دونك هو واحد، بي هو اللي حدا اكس، الاشاره ديالو سي موان 5 يكون عباره عن عدد. دونك 6، نمشيو نكالكولو. دونك غتعطينا شحال؟ سي موان 5 لو تو كاري موان 4 فوا ا صافي 1 موان 0 صافي 6. دونك غتعطينا شحال؟ سي 25 موان 24 دونك ايكال 1. الوغ كيما قلنا سي دلتا سوبيريور تريك دو زيرو، الا كانت اكبر قطعه من الصفر. الوغ في هذه الحاله كيكون عندنا جوج الحلول، دونك يا ناقص بي زائد او ناقص جدر دلتا على جوج ا، متفقين؟ يعني هنا عندي جوج حلول. الوغ هنا غنكتب اكس و ان كتساوي موان بي صافي 5 موان راسين ديال دلتا، دلتا خرجتنا هي واحد. دونك دو فوا ا لي هو ان، غشطينا هاد العجب كامل يا سبتو، دونك خمسة يا ربعة على جوج، دونك صافي دو. اكس دو عطانا هي العكس، خمسة بلوس لاغاسين دو واحد سيغ جوج، عطانا شحال هي؟ ستة سيغ جوج صافي تخوا. كما قلت باش كنعرف الحلول دائما هو الصحاح ولا لا، دائما شنو كندير؟ كنضرب ا في اكس وان في اكس ودو خصو يعطينا سي. ا عندنا هو واحد، اكس ان هو جوج، اكس دو هو تخوا، دونك صافي سيس، يعني هي ستة، دونك داكشي صحيح. اوكي هنا لو بروبليم ماشي بحال في المقام. دونك الامثله السابقه اللي شفنا في حاله ديال المقام علينا نيشان قلنا ما عندك الحلول. هنا من لا، هنا دائما عندنا متراجعه من الدرجه الثانيه دوغري دو. الوغ هنا كتحل بواسطه جدول الاشاره، كتحل بواسطه جدول الاشاره. عقلوا على هذه مزيان، متفقين؟ الوغ غابلون معايا بجدول ديال الاشاره في حاله الا كان داتا موجب. الوغ في هاد الحالة كيكون الطابلو بحال هاكا، دونك شتو في الباك. الوغ دونك اكس و كاري ا اكس بلس بي اكس بلس سي كنحطونا. الوغ هنا كنحط سي ار سي موان لانفيني بيان سيغ بلس لانفيني. الوغ اكس ان اكس دو بحيت ان اكس ان خصو يكون سيبر انفيريور، اكس ان خصو يكون الحل الاول انفيريور، متفقين؟ انفيريور دو اكس 2، صافي يعني خصو يكون صغير اكس 1 خصو يكون صغير من اكس 2. دونك في هذه الحاله كما كنديرو هنا كنديرو لو سين، لو سين دو ا، وهنا لانفيرس، دونك هنا موا ا وهنا ا، صافي. الو كندير اشاره ا عكس اشاره ا اشاره ا.
الو داكور، نحطو الطابلو ونشوفو كيفاش تكون السين ديالو. اذا غنحط الحل الاول اللي خرج ليا كان هو 2 3. الا حطيتو 3 جوج شباب راه غلط، صافي. دونك خاصهم يكونوا متساويين، دونك 2 3. الو هنا كتنعدل. دونك هنا تكون عندنا اشارة ا، دونك لو سين دو ا. عندنا واحد يعني موجب، اذا بلوس موان بلوس. فوالا لو بروبليم هنا فين كاين. علاش درت هاد الطابلو في الاساس؟ لان في هاد المتراجعه خاصني نعرف امتى غتكون هادي اكبر من او يساوي صفر، اكبر من او يساوي صفر، امتى خاصها تكون، صافي. يعني الطابلو هو اللي كيبين لي المجالات الموجبه، يعني لي زانترفال بوزيتيف. الوغ فين هما لي زانترفال ولا الانترفالات اللي بوزيتيف؟ عندنا هذا وعندنا هذا. الوغ شنو غندير؟ اذا غناخد دي اف، يعني لونسون دي ديفينيسيون، كتبدا منين؟ من موالا فيني حتى لدو، دونك من موالا فيني حتى لجوج. الوغ مع جوج داخل كلير. الوغ هاد المجال ما غاديش تخاد، سامحوني عفوا، هاد المجال ما غاديش تخاد. علاش؟ حيت هذا سالب، يعني هنا كتكون اكبر من وهنا كتكون اكبر من او تساوي. في هاد الحالة ملي كتكون موان كتكون خاصها تكون عندنا اصغر من، حنا عندنا اكبر من، اذا ناخد غير المجالات. الوغ اذا هذا ما غيتخادش، اذا شنو غندير؟ خاصني نقطعو، الوغ يعني خاصني نحيدو. كندير اتحاد باش نربطو مع المجال الاخر، اتحاد انيوم 3 بلوس لانفي، تفهم؟ يعني هاد المجال ما تخادش، خدش من هنا حتى لهنا ومن بعد من هنا حتى لهنا. الوغ نشوفو المثال الموالي. دونك عطاونا اف لي سي سي اكس كاري ناقص 10 اكس زائد 25. دونك نفس الشرط، دونك هنا عندنا اكس كاري ناقص 10 اكس زائد 25 اكبر من او يساوي 0. الوغ نديرو ديلتا ونشوفو الطابلو ديالها ونشوفو ايجا شكون هي.